ذات مرة كانت المدينة تدكها الطائرات، الخوف والهلع في كل مكان، الناس يهرعون للنجاة بأرواحهم، الرجال يتنافسون في مساعدة النساء والأطفال والعجزة. وحدها السيدة اختارت من لا يستطيع الصراخ لتنقذه، وكان لها تقريباً ما أرادت. تبدأ الحكاية. اليوم غير عادي، ليس لمدينة البصرة وحدها ولكن لكل العراق. فجراً تنطلق صفارات الإنذار، تبدأ الطائرات الأمريكية أولى غاراتها. إنه الغزو الأمريكي المدعوم بقوات دولية، الدمار والذعر في كل مكان. السلطات المحلية في المدينة تعلن سقوط المئات من الضحايا، تنقل المكاتب الحكومية إلى المكتبة وتضع فوق سطحها مدفعاً مضاداً للطائرات، وكأن السلطات تفترض أن العدوان لن يشمل المكتبات. السيدة ترتب غطاء شعرها، ترتدي معطفها الأسود المحبب لها، تتجه إلى عملها، أمينة للمكتبة المركزية بالمدينة التي تأسست قبل زمن. تبتسم وهي تتجول بين رفوفها الخشبية المكدسة بالكتب، تعرض المساعدة على روادها. تعود إلى مكتبها، يتوافد عليها كثر، يدور الجدال المعرفي حامياً ومثيراً ونافعاً. هذا ما يحدث كل يوم إلا اليوم، حيث يبدأ الغزو الأمريكي. تتصاعد وتيرة الحرب، تشعر عالية محمد باقر بالقلق، تستدعي الذاكرة ما حدث. يصل المغول إلى بغداد، جيش من 150,000 جندي وربما أكثر، يحاصرونها، وعند دخولها يهدمون ويحرقون وينهبون عمائرها، المساجد والقصور والأسواق وحتى المكتبة المعروفة ببيت الحكمة. مئات الآلاف من مخطوطات وكتب لا تقدر بثمن تلقى في نهر دجلة، يتحول ماء النهر إلى اللون الأسود من حبر الكتب الملقاة، ينسد مجرى المياه بالكتب حتى يعبره الجنود بخيلهم فوقها. تفكر عالية، يجب أن تفعل شيئاً ما. تعرض على محافظ المدينة نقل الكتب إلى مكان آمن، يقابل طلبها بالرفض. عالية الخمسينية لا تستسلم، تقرر في نفسها أمراً، العدوان ما زال مستمراً. في المساء تتسلل إلى المكتبة، تملأ سيارتها بما تحتمل من كتب وتحملها بهدوء عائدة إلى منزلها. لكن هل يتسع بيتها لكل الكتب؟ وكم من الوقت سوف يستغرق الأمر؟ تأخذ الحرب منحاً جديداً، تتوغل الدبابات البريطانية في وسط البصرة، تخلى المباني الحكومية، يندلع القتال في الشوارع، تنتشر أعمال السلب والنهب. تشعر عالية أنها لم تعد تستطيع الانتظار، يجب إنقاذ الكتب بأي ثمن. رغم الخطر لا تطيق البقاء في البيت، تذهب عند الظهيرة لتفقد المكتبة. تبهتها المفاجأة، لا أحد من الموظفين المكلفين بالحماية، السجاد والأثاث والأضواء كلها نهبت بالفعل. تخطر ببالها فكرة، تتصل بالمطعم المجاور وتطلب المساعدة من صاحبه أنيس محمد، تقنعه عالية بتخزين الكتب المتبقية في المخزن الخلفي في مطعمه. تقول له: ماذا يمكنني أن أفعل؟ إنه تاريخ البصرة كله. لكن المهمة ليست سهلة، توجد عشرات الآلاف من الكتب، وعالية مصممة على إنقاذها كلها. يستعين أنيس بإخوته وموظفيه، يبدأون في رفع الكتب من الرفوف، ثم يكونون سلسلة بشرية، يمررون الكتب من واحد لآخر حتى تصل إلى جدار السور، ثم ينقلونها من فوقه إلى أيدي المنتظرين في الناحية الأخرى الذين ينقلونها بدورهم لتتكدس في المخزن الخلفي لمطعم حمدان. لكن حتى هذه الطريقة تستغرق وقتاً، يلجؤون إلى استخدام الأكياس والصناديق
يعبئونها وينقلونها، لكنها بدورها تنفد، تطلب عليه أن يستخدموا أي شيء حتى ستائر المكتبة. يكتشف أصحاب المحلات الأخرى ما يجري، يشمرون عن سواعدهم، يساعدون بدورهم في نجدة المكتبة. الجيران أيضاً يفعلون، حتى غير المتعلمين منهم يفعلون، لأنهم يعرفون أنها كتب قيمة. يستمر العمل الدؤوب طوال 9 ليال. يتمكن المنقذون من نقل 30,000 كتاب، أي 70% تقريباً من الكتب، كتب بالعربية والإنجليزية ومصحف باللغة الإسبانية ومخطوطات نادرة وكتب تراث ودوريات علمية مهمة. كان هذا كل ما سمح الوقت به قبل أن تقع المفاجأة. في حادث غامض تشتعل النار في المكتبة، تأكلها النيران أكلاً ولا تبقي سوى جدرانها الخارجية. يهرع أنيس صاحب المطعم إلى القوات البريطانية طالباً المساعدة، لكنها لا تحرك ساكناً. تصاب عليا بجلطة دماغية جراء ما حدث، لكنها تصر على أن مهمتها لم تنتهي بعد. تهدأ الأوضاع نسبياً في البصرة، تستأجر عالية وزوجها شاحنة، ينقلان الكتب من المطعم إلى منزلها. يمتلئ المنزل عن آخره، كتب في أكوام وكتب في الخزائن وكتب مجمعة في أكياس طحين، كتب تملأ ثلاجة قديمة، وحتى عندما تسحب ستارة النافذة جانباً لن يمكنك أن ترى شيئاً ليس سوى المزيد من الكتب. تبدأ عليا وزوجها توزيع بعض الكتب على أصدقاء موثوق بهم. ثمت لغط يدور في الحي. أتعرفون ذلك النوع من الناس الذي يتقاعس عن دوره ولا يكتفي بذلك، بل يشكك في نيات وتصرفات الآخرين؟ وهكذا تسمع السيدة في الحي الذي تسكنه همسات تتهمها بالسرقة، وبعضها يتهمها بالجنون. فالناس في رأيهم تسرق أشياء أكثر قيمة من ذلك بكثير. تمر سنوات، يعاد بناء المكتبة من جديد. تعود عالية لتشغل منصب الأمينة العامة للمكتبة، ولأنها لا تهدأ فإنها تنجح في تأسيس مكتبة الطفل، وكأنها تسلح صغار بلدها بالمعرفة. تبلغ سن التقاعد، تغادر البصرة إلى كربلاء قبل أن ترحل عن عالمنا، مؤمنة بأن المخلصين لأوطانهم لا ينتظرون إذناً من أحد ليؤدوا واجبهم. هل مرت بكم قصة مشابهة؟ شاركونا حكاياتكم وتابعوا هنا حكاياتنا التي لا تنتهي، ذلك لأن الحكاية مستمرة.